السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد في قناة بحر المنوعات على اليوتيوب. النهاردة هنقول لكم تحلوا مشكلة ازاي لو انت دخلت بقى لو انت فجرت حد في المباراة وجالك نص كده اهوت بدأت تقلك ملحوظة نقاط الجدارة غير كافية، ومن ثم يتعذر بدء المباراة، يرجى الالتزام بقواعد السلوك ومساعدتنا في على توفير بيئة لعب لائقة. طيب لو جالك قالك كده بعد ما انت فجرت اصحابك زي الشكل اللي انت هتشوفه اللي انا عملته في اصحابي ده، تعالوا نشوف انا عملت ايه في اصحابي، بعد كده اقول لكم تحلوا المشكله دي ازاي واقول لكم ايه السبب ان هو ما بيدخلش من المباراه. يعني زي ما يا انتوا جو شايفين بلعب ولا بيا ولا ابدا عليا يا كده، ولد الاقي لك ابدا يا زميلي جو في الفريق ابدا معايا اللي بسرعه هو نازل عشوائي طبعا بيضرب عليا كده وعايز يفجر العربيه. طب ليه يا ابن الحلال تعمل كده؟ مين طب قال قلت كده؟ مش والله مين ما كمان انا سايبك، تعالوا انا خلاص انت فكرت الفكره، بتعرفه ليه؟ خليته هو سايق فين العربيه، قاعد هوب قاعد هوب 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 هوب، راحت يا العربيه ابن بالفكره الزناخ يا وقال لي نقاط الجدارة هنزلت نزلت. بتعرفه تعالوا هيحصل نعمل كده. الموضوع ده ورجعت لكم تاني لقناة بحر المنوعات عشان اقول لكم الحل الوحيد لهذا المشكله اللي محيره الناس كلها. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ هتيجي تبعت لصاحبك اهو كده، هتبعت لصاحبك وتبدأ المباراة، هيقول لك ان برضو نقاط الجدارة موقوف وبرضو مش هتلعب معاه. طيب هتيجي تلعب مع تيم عشوائي كده اهو اربعة، هيقول لك برضو نفس المشكلة ان ما ينفعش تلعب مع حد. طب ايه الحل يا عم الحاج؟ هقول لك الحل ايه بكل بساطة، اهو اختار الخريطة عادي جدا اهو، تجيبها اتنين وتيجي تبدأ، هيقول لك نفس المشكلة. طب يبقى نريح دماغنا خالص ونلعب فردي كده اهو وتخش المباراة، هتخش معاك. طيب انا دلوقتي مش عايز اخش العب فردي، اعمل ايه؟ هتخش تلعب فردي كام مباراة؟ حوالي اربع خمس مباريات بس فردي، وبعدين هتلاقي ان نقاط الجدارة عليت عندك، بس بشرط لازم تموت لعيبة في لعبة بابجي. يعني تخش اللعبة ومش تلعب بس، لا ده انت لازم تموت ناس، يعني بوتات، ناس حقيقية، اي حاجة مهم اهو. تلعب مباراة فرد خالص مالكش دعوة بأي حاجة أهو، تعمل مباراة فردي وتلعب تقعد تموت ناس وبوتات وكده، وهتلاقي المشكلة اتحلت معاك ومبقاش فيه أي مشكلة خالص، وهتلاقيها اتحلت معاك. يلا متنسوش تشتركوا في القناة قناة بحر المنوعات على اليوتيوب، وأشوفكم على خير، ويلا موت نفسي عشان أخرج. يلا أشوفكم على خير، مع ألف سلامة.